خبر كمان الموجع بالنسبة لنا كرياضيين وكإعلاميين، اتنين من الزملاء محمد جابر وعلاء محمود. يمكن انا شفتهم خفافي قوي يعني، بس كل زملائنا هم دول. على فكرة الصور دي قبل ما يموتوا بلحظات، قبل ما يموتوا بلحظات، دول صحفيين بالموقع الرسمي للنادي الاهلي وفي المركز الاعلامي للنادي الاهلي، قالوا ناخد اجازة، ما صدقوا ان الاهلي سافر، فقالوا ناخد اجازة نطلع مرسى مطروح كام يوم. طلعوا هتلاقوا في صورة كمان هم واتنين زملائهم تانيين، هو الاربعة دول شباب زي الورد زي الفل. الاربعة دول ماتوا، استشهدوا، ما الغريق شهيد. الغريق شهيد طبعا، انا بقول كلام انا عارفه يعني. كانوا سبعة، ثلاثة طلعوا واربعة ماتوا. دي قبل ما يموتوا بلحظات. بصوا حضراتكم الاقبال على الحياة والسعادة والفرحة اجازة، خدنا اجازة، راحوا البحر، نزلوا البحر، ما طلعوش من البحر، والبحر غدار. بس الحقيقة اللي بيوجع الواحد انه كل ما تسمع حد من الزملاء يقول لك دول اتنين ما حصلوش، لا محمد جابر ولا علاء محمود، يقول لك دول جدعان قوي ولطاف جدا، ويعني بيقدموا خدمات لا تتخيلها، ويبعتوا لك الايميلات ويبعتوا لك الاخبار ويقابلوك في النادي في المركز الاعلامي بابتسامة وفي الموقع يحاولوا على قد ما يقدروا. لكن هنعمل ايه؟ اللي واقف قدام شغله استشهد، واللي في طيارة فوق استشهد، واللي في البحر استشهد، تعددت الاسباب والموت واحد. اقول لك بيفر من قضاء الله الى قضاء الله، فهو خلاص الموت علينا حق يعني. الحقيقة مش عارف اقول ايه لاسرهم، ومحمد اللي عنده ولد عنده 3 سنين ياسين، ربنا يصبره يا رب ان شاء الله عز وجل، فرحته ببطولات النادي الاهلي، بميداليات النادي الاهلي، بانتصارات النادي الاهلي، كان بيلعب كوره لحد قريب في الدوره الرمضانيه الاخيره، متواجد مع الاهلي في اليابان في المغرب في كل مكان، فرحان بفرقته، فرحان بناديه، سعيد جدا بالنادي الاهلي، صوره مع جوزيه مع المدربين مع النجوم، سعيد، سعيد بعمله، سعيد بشغله، سعيد بتواجده، سعيد بانتصارات فرقته اللي هو بيحبها. بس هو خلاص هنعمل ايه لما يجي الموت؟ خلاص ما نقدرش نقول حاجه غير انا لله وانا اليه راجعون، ما عندناش حاجه نقولها يعني، بتتعطل لغه الكلام يعني، ما بنقدرش نفتح بقنا يعني، ما بنقدرش نقول حاجه خالص غير بيصعبوا علينا جدا، وبيصعب علينا النادي كمان. وانا ارجو النادي الاهلي، ده اللي كنت عايز اقوله بقى وانا واقف، انه النادي الاهلي وانا متاكد ان المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره هيعمل ده، يعملوا مكافاه لاسرهم محترمه، ويعمل لهم معاش شهري مدى الحياه يعني، معاش شهري لاسره كل واحد فيهم مدى الحياه، وده اقل واجب يعني الحقيقه، اقل واجب، لان هم كانوا في النادي، كانهم موظفين في النادي واشتغلوا. فانا بتصور انه لابد ان يكون في يعني مكافاه محترمه تطلع لذويهم اهاليهم، ايا كان بقى زوجة او ابن او ام او اب، والمعاش اللي تصرف ده يكون. والحقيقة النادي الاهلي في الحاجات دي لا يقصر. الحاجة التانية، انا عايز اندية مصر كلها تبدي تضامنها، ده مهم عشان نوصل مفهوم الرياضة يعني. وفد من نادي الزمالك يروح يعزي، تعمل مشاطرة، من الاسماعيلي، من نادي المصري، من باقي الانديه يروح يعزي، وده مهم على فكره. والنادي الاهلي كمان مطالب ان يقب لهم سرادق عزاء محترم، ده كمان مهم، وانا اعتقد النادي الاهلي بيعمل ده كله، سرادق عزاء ومعاش ومكافاه ماليه محترمه. وانا متاكد ان المهندس محمود طاهر وانه الاخوه الافاضل داخل مجلس اداره النادي الاهلي ومدير عام النادي الاهلي اللي هو محمود علام هيعملوا ده بإذن الله عز وجل. بننعيهم وبنتأسف لغيابهم، لكننا كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره.